شهدت مملكة البحرين مساء أمس هطول أمطار الخير والبركة بكميات متفاوتة الغزارة على مختلف المحافظات والمناطق. تزامن ذلك مع استعداد مكثف من قبل مختلف الجهات المعنية في مملكة البحرين للتعامل مع أي بلاغ من قبل المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بتداعيات هطول الأمطار، هذا ورجحت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات تأثر المملكة بأمطار رعدية اليوم الجمعة على فترات متفرقة مصحوبه بهبات رياح شديده السرعه ما يؤدي لارتفاع امواج البحر واثاره الاتربه والغبار على بعض المناطق